طلبة الجامعة أحد أهم الفئات في المجتمع، لأن بسواعدهم ينبني المستقبل. واليوم حبوا الطلبة في جامعة البحرين أن يحتفلوا بالعيد الوطني كما درجة عادتهم السنوية. خلونا نتابع التقرير وراجعين لكم. تقع أهمية الاحتفال بالمناسبات الوطنية التي من شأنها أن ترسخ حب الوطن لدى الطلبة على أعلى سلم أولويات جامعة البحرين، وذلك من أجل التمسك بالثوابت الوطنية. ومن هذا المنطلق نشأت الفكرة العامة لحفل الافتتاح الخاص بفعالية العيد الوطني المجيد في جامعة البحرين صباح اليوم. وهذه النوعية من الاحتفالات تعزز المواطنة لدى الطلاب. حضرتك لو لفيت شفت الطلاب شو كثر فرحانين، وإحنا محتفلين بيومين اليوم وبكرة. إحساس الإنسان أو المواطن إنه إن بلده في أمان، وإنه يحب بلده وإنه يحب قيادته، هذه نوع من الإيمان. إن جامعة البحرين ترمي إلى تعزيز روح المواطنة لدى طلبتها في مختلف المناسبات، ومنها الاحتفال بالعيد الوطني المجيد، حيث أن التفاعل الذي تحظى به هذه الفعالية دليل على وعي الطلبة بأهمية هذه المناسبات. طبعا شيء أكيد، لأن الطالب اللي هني شارك معانا في النادي يكون حاب يعزز المواطنة عنده. يعني إحنا بدينا الشغل نبتدي من الساعة 6 الصبح لي الساعة 10 في الليل نشتغل، وكلنا يد بيد، يعني في تعاون، وفي الناس هني الطلاب ما في الرئيس ونائب الرئيس، لا كلنا، حتى الرئيس يكون معانا موجود من 6 الصبح لي 10. فهاي شيء يعزز المواطنة عندنا ويعزز التطوع. يعني حتى ساعات المحاضرات نتغيب عنها بس عشان نحضر هني ونثبت حبنا للبحرين من خلال البرنامج اللي سويناه. وقد ضم الاحتفال أكثر من 90 فعالية متنوعة، وشاركت الهيئات الطلابية بأعمال متنوعة تجسد تخصصها الأكاديمي لتوضح التنوع العلمي والثقافي والوطني المتواجد في أرض جامعة البحرين، الصرح التعليمي الأكبر للدراسات العليا في مملكة البحرين.